يعني انا الطريق بتاع العوايد ميرزا طريق كله متدغدغ ومتكسر، يجي في الشتاء بيبقى برك ميه، ما فيش واحد بيعرف يعدي منها اساسا. جميع العربيات كلها بيروح لفني على المراغي، اللي بيروح لفني على على الساعه، بيروح الطريق دي متدغدغه، ما في حدش بيعرف يعدي منها اساسا خالص. انا واحد من ضمن الناس بيعدي بمكنه زي دي، بروح الف من على طريق المراغي عشان اخش اكل عيش في عزبه اسمها ميرزا قدام مننا هنا، محدش بيعرف يعدي منها طريق اساسا الطريق دي. يعني الطريق كلها متدغدغه، لا داعي الواحد انه يتكلم ويقول لك صور الطريق بنفسك، يجي حد يشوفه من المسؤولين يشوف الموضوع الطريق دي متدغدغه ازاي، محدش يعدي منها، وعربيات هي بتعدي منها وناس تعدي منها، وطرق للزرع وطرق للجوافية وطرق للعزب وطريق المواصلة الدولي. يعني طريق كلها متدغدغة من أول العوايد من لحد واصلة بعد الدولي كمان، وهي متدغدغة كلها مكسرة، محدش بيعرف يعدي منها نهائي. فاحنا نرجو انه حد يجي يبص على الطريق ويشوف المشاكل اللي هي اللي عاملاها الطريق دي ازاي، وخاصة في الشتاء. الشتاء كلها برك مية، ولا عربيات ولا جرارات ولا حد يعرف يعدي منها نهائيا. بس احنا كل اللي احنا عايزينه. حضرتك عندك مشاكل ثانية؟ لا انا بالنسبه لي انا ساكن ورا وما عنديش صرف ولا عنديش حاجه. طب حضرتك تحب تقول ايه للحكومه لحل المشكله دي؟ حل المشكله حد يجي من المسؤولين يشوف بعينه كده اهوت، وحل المشكله دي، يرصفوها يسووها يعملوها. اما ما لهاش حل غير كده، هم لازم حد يجي يشوف بعينه بنفسه. اما اكتر من كده مش قادر نقول. يعني واحد زي حالتنا بياع معاه مكنه بيشيل بيها ويحط، انا عن نفسي معايا عيل معاق طالع عشان اجيب له لقمه عيش، وبرضه اصور برضه من الناس اللي ماشيه دي، العربيات مش عارفه تمشي، محمله خضار، رايح ياكل عيش مش عارف يمشي، غيره وغيره وغيره، كل العربيات دي مش عارفه تمشي. ما هي بسبب الطريق متدغدغ. يعني عربيه ب 50 60 الف جنيه لما يكون سيزوكي زي كده معدي بيها تتدغدغ في هنا، يروح بعد سنه بعد سنتين يرميها ولا يبيعها ويترمي فلوس وملاش لازمه. بس. حضرتك تحب توجه كلمه للرئيس الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لما احنا نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي يشكر الناس كلها حوالين منه، برضه واللي معاه ثلاث اربع عيال ما عرفش يحكمهم. فاحنا نرجو من المسؤولين هم يجي بس يعينوا المناطق بنفسهم ويشوفوا الحاجات اللي محتاجاها المنطقه بس.